أغلى عمر كل ما دعس أطراب كل ما دعس أطراب يدعس أغلى عمر معالي الوزير الليلي عم نشوف في عندك دعم من وزراء زملاء وايضا من نواب فالحلقه الليله سياسيه بامتياز خبرنا قد ايه بيعني لك انه زملائك يكونوا عم يدعموك بمجال منه سياسي كلنا هلا مرحله البحث عن عمل يعني معليك كثير انا بشكرهم ومبسوط فيهم والشباب من الناس اللي هن اللي عندهم قدرة مميزة سواء مجلس نواب أو مجلس وزراء وعندهم حضور مميز وليلي كتير مبسوط أنه هني معنا عم بيشوفوا الغنية اللي هي غنية بتعنيهم كلهم وجواب لكل الناس اللي بتسألهم بتصور كل يوم من فل أو من ضل تيقولوا معنا ما رح نفل هي الأغنية اللي حضرتك كتبتها لعاصي الحلاني الفنان عاصي ولحنها جون ماري ريشي الأخوين ريشي معاليك اليوم جاي تشوف زميلك شو بدك تقول له؟ بدي شجعه أولا وبدي أسمع الكلمات الغنية لأنه ما قبل يخبرني إياها قال لي بدك تجي على الاستوديو لتسمعها بقى جينا نشجعه ونسمع الكلمات يعني هلا الحكومة بعد ما شافت النور برأيك هي يعني من هلا لنكون شفنا الحكومة الجديدة برأيك هي بحاجة لأشخاص كمان يكونوا عندهم استعداد يخوضوا مجالات جديدة يمكن مثل مجال الفن أو مجالات أقرب للناس برأيك بتعوز الحكومة هيك وزراء؟ لا أكيد ما دخل بس إنه أكيد هاي شغلة بتقربه للعالم وبتفتح له مجال غير مجال السياسي جيد نشجعه بس انه هي ما لها علاقه بالسياسه يعني جدودي هون اهلي هون مش راح فيه